تتواصل فعاليات مهرجان الدوحة ترايبك السينمائي في طبعته الثانية، وفي البرنامج أفلام وعروض متميزة تدافع عن قضايا عادلة. العشرات من إخوتكم الإسرائيليين عند مشاريع في بودروس، رأينا أنه شجرة الزيتون والأرض تستنجد وتستغيث بأهلها. هذه الشجرة ذكرت في القرآن وذكرت في التوراة وذكرت في الإنجيل، يعتمد الفلاح الفلسطيني في تربية أولاده بشكل يكاد يكون كامل على شجرة الزيتون، مرتبطة بأذهاننا بكثير من القصص. Can I help you? Hello. We are here for Miral Shaheen. فيلم المخرج جوليان شنابل الحائز على جائزة أوسكار يروي قصة أربع نساء تتقاطع حياتهن خلال سعيهن الصارخ إلى العدالة في عالم مليء بالصراع. The dynamic has to change in between the Palestinians and the Israelis, and the American audience, the American Jewish audience, has to know that the Palestinian people actually are human beings. الصحفية الإيطالية الفلسطينية الأصل رولا جبريل تتحدث عن السيناريو الذي كتبته للفيلم. الغرب يفهموا مين إحنا، من وين جايين، حقيقتنا وتراثنا، ويفهموا إنه الأوروبيين أحرار، فإحنا نتطلع للحرية وللمستقبل بعيون يعني مش بس بعيون نساء وأطفال، بعيون حضارية كمان، بعيون ستات تنظر للمستقبل كمستقبل يعني شاسع ومستقبل منور، مش بس للشعب الفلسطيني، للشعب العربي بشكل عام. 22%. Why can't it be one country for everybody? She's so beautiful. I cannot look like her. She's a very strong, passionate woman who's an inspiration to a lot of young girls. So for me to play her at age from age 16 to 22 honestly is a big honor. أنا بدأت كإعلامية قبل 10 سنين بالتلفزيون الإيطالي. كنت أقرأ نشرة الأخبار الرئيسية بقناة 7، ونقلت إلى القناة الأولى قناة راي وقناة ثانية بعد ما عزموني كضيفة بهاي البرامج. وضيفة كان لازم إنه أدافع، يعني كانوا عازميني إنه عشان أحكي وجهة نظر للعالم العربي، فأنا حسيت إنه أنا لازم أذهب إلى هاي المناطق وبالذات هاي البرامج ودافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب العربي إنه رأيه يسمع ونمثله بطريقة حضرية. فكنت أذهب إلى بورتا بورتا، وكان أمامي مش بس يهود، وزراء وصحفيين يهاجموني كل يوم ويهاجموا صورة إنه العرب، يعني يهاجموا إنه صورة العرب غير متطرفة. رولا جبريل رمز لنضال المرأة العربية وجرأتها في الدفاع عن قضية الأرض والوطن. نوى القاضي، أخبار الآن، الدوحة.